السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم أعزائنا المشاهدين إلى حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، والذي نرصد من خلاله أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. في المدى جنرال أمريكي، حلفاء في التحالف الدولي سيغطون تقليص قواتنا في العراق. في العربي الجديد، ارتفاع ضحايا قمع الاحتجاجات بكردستان العراق إلى 10 قتلى و 120 جريحا. الزمان قالت حراك كردي وجولة جديدة من الحوار لتثبيت حصة الإقليم بالموازنة. أما الخليج الإماراتية فقالت تشكيل الحكومة اللبنانية مؤجل إلى ما بعد عيد الميلاد. القدس العربي، ليبيا فسحة زمنية جديدة للتوافق على اجتماع قانوني للبرلمان. أما الشرق الأوسط فقالت ترامب يخسر كبرى قضاياه، والمجمع الانتخابي يصادق لبايدن غدا. وأخيرا في البيان الإماراتية، تظاهرات للأسبوع الثالث في فرنسا احتجاجا على مشروع قانون الأمن الشامل. مرحبا بكم من جديد. في موقع الحرة كتب مصطفى فحص عن الأوضاع في العراق ويقول فيها: إن الجميع في مأزق، حكومة الكاظمي منشغلة بعجز الميزانية وتأمين الرواتب والحفاظ على سعر العملة، أما مكافحة الفساد فتبدو أصعب وأخطر من مكافحة الإرهاب، كما يبدو أن مأزق خصومه المعلنين ومنافسيه المفترضين وأعدائه الواضحين تشتد، ومن الواضح جدا أن أغلبهم غير قادر على مغادرة المشهد أو لا يريد مغادرته بسلام. منذ الأول من تشرين الأول 2019، تواجه القوى السياسية العراقية الكردية والسنية والشيعية تراكمات فشلها وسوء إدارتها للدولة منذ سقوط نظام صدام حسين سنة 2003، وأزمتها أنها مصرة على معالجة إخفاقاتها بنفس الأدوات والسياسات والطروحات التي أوصلت العراق دولة وشعبا إلى هذه الكوارث، التي تحتاج إلى معجزات أو عصا سحرية لمعالجة البعض منها. إلا أن مكابرة هذه البيوتات أدت إلى انتقال الحرائق من بغداد والناصرية والبصرة إلى سليمانية ودهوك وأربيل، مرورا بمدن ومحافظات في المناطق الغربية، الأمر الذي يكشف عن أزمتين: الأولى أزمة البيوتات وجمهورها، والثانية أزمة داخل مكونات هذه البيوتات المترهلة. في مأزقها الأول، فقدت سيطرتها على مجتمعاتها التي شكلت غطاءً أهلياً لانتفاضة تشرين، لذلك لجأت إلى ثورة مضادة فشلت في تحقيق أهدافها، لأن هذه القوى العقائدية لم تدرك حتى الآن بأن تشرين ليست ناشطاً يمكن اغتياله أو تهديده، أو خيمة يمكن إحراقها، واعتصاماً يمكن اقتحامه، أو ساحة يعاد احتلالها، كونها باتت في مواجهة وعي جماعي تبلور في الفضاء العام يرفض كل أشكال الاستبداد الحزبي والديني الأشد خطورة على العراق وشعبه من كافة النماذج الاستبدادية الأخرى. الكاتب يرى أن الموقف العقائدي من تظاهرات تشرين جاء للتغطية على أزمة البيوتات السياسية العميقة بعدما تفككت أعمدتها وباتت آيلة إلى السقوط، والدعوة إلى إعادة ترميمها لم تلقى آذانا صاغية نتيجة فقدان الثقة بين مكوناتها، وهذا ما يهدد بمرحلة عدم الاستقرار والصراع على النفوذ، قد يؤدي إلى عنف أقرب إلى حرب أهلية. قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إن الاحتجاجات في العراق تسلط الضوء على حجم الخلل الاقتصادي والسياسي الذي بات يترافق مع حياة العراقيين، وبدأ ينتقل إلى المناطق الهادئة نسبيا التي يسيطر عليها الأكراد في شمال العراق. وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن السلطات الكردية تكافح من أجل إخماد الاحتجاجات، حيث تحول الإحباط من جراء تأخر رواتب الموظفين وعقود من سوء الإدارة إلى أعمال عنف في الشوارع. الصحيفة تقول أنه بينما ينتقد المتظاهرون اتساع الفجوة في الثروة بين المواطنين والسياسيين، يصف القادة الأكراد الاحتجاجات بأنها مؤامرة،
حيث أقدمت السلطات على قطع الإنترنت واعتقال الصحفيين الذين يغطون الأحداث. وتنقل الصحيفة عن كبير محللي شؤون العراق في مجموعة الأزمات الدولية لهيب هيجل القول أنه على الرغم من أن الاحتجاجات الحالية هي نتيجة مباشرة لتأخر الرواتب، إلا أنها مبنية أيضاً على سنوات من سوء الإدارة المالية. ووفقاً للأمم المتحدة، فقد تضاعفت مستويات الفقر في إقليم كردستان العراق منذ عام 2018، وباتت نحو ثلث العائلات في المنطقة تحصل على أقل من $400 شهرياً. وأدت جائحة كورونا إلى تعميق الأزمة مع ارتفاع معدلات البطالة. وتقول الصحيفة الأمريكية إنه رغم صغر حجم الاحتجاجات في الإقليم إلا أنها جاءت على أصداء مظاهرات حاشدة ضد عقود من الفساد والحكم الطائفي أطاحت بالحكومة في بغداد العام الماضي. ووفقاً لمسح أجرته مبادرة تشاتم هاوس العراق، فقد أثارت احتجاجات الوسط والجنوب تعاطفاً واسع النطاق في إقليم كردستان وأماكن أخرى من البلاد. ويحذر هيجل من أن المظاهرات قد تصبح أكثر وأشد في المناطق الكردية في حال عدم معالجة مسبباتها. تختتم واشنطن بوست بالقول إن المتظاهرين يصرون على أنهم حاولوا التغيير من خلال التصويت في الاستفتاءات والانتخابات، لكن ذلك لم ينفع لأن الحزبين الرئيسين الحاكمين في كردستان العراق يتمتعان بالسلطة المطلقة. يقولون لك لا مكان للاحتجاج في هذه البلاد ما لم تحصل على رخصة من أولياء أمور الشعب، ويقولون إن المشكلة ليست في الفقر وغياب العدالة الاجتماعية وضياع حقوق المواطن، إن المشكلة مع شباب يصرون على الإصلاح. علي حسين يقول في صحيفة المدى إن الديمقراطية العراقية تسمح لك بأن تتفرج وتموت غيظا وأن تجلس في المقاهي وتسخر من السياسيين، لكن إياك أن تحول هذه السخرية إلى فعل وتخرج حاملا صوتك للمطالبة بمستقبل يليق بأبناء هذا البلد. في كل عمليات إطلاق الرصاص ضد المتظاهرين لن تجد فرقاً كبيراً بين قوات الأمن في الناصرية وقوات الأمن في السليمانية، فالكل قادم من عالم الرصاص والصوت الواحد، والكل يكره شباب ساحات الاحتجاج، والكل يصر على أن التظاهرات إساءة لتجربة الديمقراطية في بلاد الرافدين. حكاية تظاهرات الناصرية تكررت بتفاصيلها في السليمانية، فالرصاص واحد والظلم أيضاً واحد، والحكاية واحدة تقول لنا باختصار إن البقاء للأقوى. مجلس النواب لا يزال يمارس الصمت، ولا يزال البعض يعتقد بل ويؤمن أن تظاهرات تشرين مؤامرة إمبريالية للمساس بتقاليد وقيم المجتمع العراقي. هذه القيم التي تسمح لنائب أن يطلق الرصاص في أي مكان يريد، ففي مشهد لا يتكرر إلا في أفلام الكوبوي دلعت معركة بالسلاح بين النائب طلال الزوبعي والنائب كريم أبو سودة، وكانت نتيجة المعركة ساعة سودة عاشها الناس بعد أن أضاف نوابنا الأشاوس عدداً من المواطنين إلى قائمة جرحى المهزلة العراقية. هناك حقيقة صادمة لا نريد أن نعترف بها، أن هؤلاء النواب لا أحد من العراقيين سوى أقاربهم يتابع طلاتهم التلفزيونية، والغريب أن هؤلاء النواب لا يكتفون بأن يكونوا الأكثر حصداً للسخرية، لكنهم يصرون على أنهم أصحاب مشروع التغيير. الكاتب يضيف أنه منذ سنوات نجبر كل يوم على مشاهدة فيديو كوميدي لأحد العاملين في حقل السياسة، ومنذ 15 عاماً والنواب يقصفون الناس بحكايات الإصلاح المليئة بالدجل والشعوذة، لكنهم هذه المرة قرروا أن يقذفون بالرصاص. دأب المسؤولون المغاربة منذ الإعلان الأمريكي عن التطبيع بين المملكة والكيان الصهيوني على تقديم تسويغات للخطوة وإعطاء تفسيرات عديدة لها والتأكيد على أنها لا تعني التخلي عن القضية الفلسطينية. حسام كنفاني يقول في صحيفة العربي الجديد إن الأمر قد يكون مفهوما بالنسبة إلى فلسطين، وخصوصا أن الرباط لن تقدم على المغالاة في المجاهرة بالعلاقة مع الكيان الصهيوني. مع ذلك لا بد من الوقوف عند المعطيات التي ساقها المسؤولون المغاربة لتسويغ خطوة التطبيع. قد يكون ما يقال محقا، فالخطوة ليست تطبيعا الآن، بل هي استئناف لعملية التطبيع السابقة التي كانت قائمة بين المغرب وإسرائيل.
وإذا كانت الخطوة بهذا المعنى الذي تسعى الرباط لتكريسه معزولة عن سياق الهرولة نحو إسرائيل الذي تنتهجه بعض الدول العربية، إلا أنها بكل تأكيد غير معزولة عن مسار التطبيع العربي العام والانفتاح على إسرائيل الذي يريده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وما قد يكون له من انعكاسات على القضية الفلسطينية. بالتالي فإن خطوة كهذه بغض النظر عن النوايا المغربية تخدم الأهداف الأمريكية الإسرائيلية العامة التي تسعى إلى عزل العلاقة العربية الإسرائيلية عن فكرة السلام الشامل والتي كانت جوهر المبادرة العربية للسلام. التبرير الآخر الذي يسوقه المسؤولون المغاربة مرتبط بما سموه الجالية اليهودية المغربية الموجودة في إسرائيل. مثل هذا التبرير لا يمكن الأخذ به لأكثر من اعتبار، بداية من تسمية جالية والتي لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يتم إسقاطها على اليهود المغاربة في إسرائيل، خصوصاً أن الغالبية العظمى منهم اختاروا دولة الاحتلال والانتماء للصهيونية. إضافة إلى ذلك فإن رحلة بعض اليهود المغاربة إلى المغرب لم تتوقف حتى بعد إغلاق مكتب الارتباط الإسرائيلي، وبالتالي فإن ربط العلاقات بهذه الزيارات ليس في مكانه. وبحسب الكاتب فإن التبرير الوحيد الذي كان من الممكن أن يؤخذ بعين الاعتبار من الناحية السياسية على الأقل فيما يخص الخطوة المغربية كان الربط بين التطبيع والقرار الأمريكي بالاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء، وهو قرار طال انتظاره بالنسبة للرباط، ويمكن وضعه في إطار المكاسب السياسية التي حققها المغرب جراء التطبيع. تمسكت ألمانيا، بريطانيا وفرنسا بالاتفاق النووي المبرم مع إيران وراهنت على وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض من أجل إرساء تعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية في الكثير من الملفات الدولية ومن أبرزها الملف الإيراني. خطار أبو دياب يرى في صحيفة العرب اللندنية أن تداعيات إجراءات وأحداث السنوات الأخيرة لن تجعل المهمة سهلة، لأن التطبيع مع إيران يقتضي عمليا ربط البرنامج النووي بالبرنامج الصاروخي والتوسع الخارجي. أكثر من مسؤول معين في إدارة بايدن أكد على العودة إلى الاتفاق النووي ومعالجة باقي الملفات لاحقاً، وذلك يفترض تخلي إيران عن طلب رفع العقوبات والكثير من العقبات الأخرى. لكن اللافتة كان تبني الدول الأوروبية موقفاً مهماً على لسان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، فحواه أنه ينبغي أن يكون هناك نوع من الاتفاق النووي، لكن أيضاً لا برنامج صواريخ باليستية يهدد كل المنطقة. ومما لا شك فيه سيشكل هذا الموقف قاعدة عمل لترتيب الأوراق مع الإدارة الأمريكية المنتخبة، ويجعل من الدول الأوروبية شريكاً تاماً في التفاوض. ويعد هذا الموقف ضاغطاً بدوره على إيران ونجاحاً معنوياً لإدارة الرئيس ترامب التي رسمت سقفاً لا يمكن لإدارة بايدن أو أي مفاوض آخر تجاوزه، خاصة أن الخشية من تصعيد يوصل المنطقة إلى الحرب أو استمرار زعزعة بلدان هشة من العراق إلى لبنان. تبعاً لكل هذه المعطيات ستكون عودة تفاوض بين واشنطن وطهران حول الملف النووي الإيراني أكثر صعوبة، وسيمثل التناغم الأوروبي مع إدارة بايدن ضغطاً إضافياً على طهران، وسيترك ذلك أثره على الموقفين الروسي والصيني اللذين لن يتجاوبا مع أي سعي إيراني لتجاوز الخطوط الحمر في البرنامجين النووي والصاروخي. الكاتب يرى أنه من دون شك أن التأزم الداخلي ومعركة الانتخابات الرئاسية وملف خلافة المرشد خامنئي ستلقي بظلالها على دائرة صنع القرار في إيران للجنوح نحو مغامرة غير محسوبة أو تدوير الزوايا لضمان استمرارية النظام. نشرت مجلة تايم الأمريكية مقالاً للكاتبة الصحفية الفرنسية مريم فرانسوا رأت فيه أن الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها فرنسا مؤخراً ليست مصدر تهديد لقيمها، بل إن الرد على تلك الهجمات هو الذي يمثل تهديداً لقيم الجمهورية. وأوضحت الكاتبة أنه أصبح من الملح الآن أن يتمسك قادة فرنسا بالقيم الجمهورية التي يدعون أنهم يمثلونها.
الكاتبة تقول إن ماكرون دعا أن شكلا من أشكال الانفصالية الإسلامية قد وجد أرضا خصبة لمثله العليا في بعض أجزاء البلاد، ولمواجهة ذلك أعلن خطته التي تبشر بإسلام فرنسي، أي ممارسة للإسلام تخضع لمراقبة الدولة. وأوضحت الكاتبة أن مفهوم العلمانية في فرنسا يفرض فصلاً صارماً بين الدولة والمجال الخاص بالمعتقدات الشخصية، وقد وضع في الأصل لحماية الأفراد من تدخل الدولة وحماية الدولة من تأثير الدين، ولكن العلمانية استخدمت في السنوات الأخيرة بشكل متزايد للقيام بعكس ما وضعت من أجله، للتعدي بشكل مستمر على خصوصية المواطنين المسلمين من قواعد اللباس إلى الاحتياجات الغذائية والتعليم الديني، حيث سعت السلطات الفرنسية إلى حظر كل ذلك خلال السنوات الأخيرة. ورغم إصرار الرئيس ماكرون على أن المشكلة ليست في الإسلام وإنما في رفض المبادئ الجمهورية، فإن القضايا التي ركز عليها خطاب حكومته وسياساتها جعلت الكثيرين يشعرون بخلاف ذلك. وسردت الكاتبة معلومات وأمثلة من مظاهر التمييز ضد الأقلية المسلمة في فرنسا، وتساءلت عما إذا كان شبح الإرهاب يبرر حقاً التخلي عن المبادئ الديمقراطية التي حارب الناس وماتوا من أجلها. وختمت الكاتبة بالقول إن قيم المجتمع الفرنسي ليست مهددة بهذه الهجمات، بل هي مهددة بردنا عليها، ومن الملح الآن أن يتمسك قادة البلاد بالقيم الجمهورية التي يدعون أنهم يمثلونها. كشفت دراسة ألمانية حديثة أن ارتداء الكمامات يقلل من خطر الإصابة بفيروس كورونا بواقع النصف تقريبا بمتوسط يبلغ حوالي 45%. وقال كلاوس فيلدا الخبير الاقتصادي في مدينة ماينتس الألمانية وأحد معدي الدراسة أنه بدلا من 20,000 إصابة جديدة يوميا سيكون لدينا بدون كمامات حوالي 38,000 إصابة، مطالبا الجميع بارتداء الكمامات لحماية أنفسهم والآخرين من العدوى. وقام فيلدا مع 3 خبراء آخرين في الاقتصاد بتحليل بيانات دراسة خاصة أجريت في مدينة يينا الألمانية، حيث تم تطبيق إلزام ارتداء الكمامات في 6 نيسان الماضي، أي قبل حوالي 3 أسابيع من معظم المناطق والمدن الألمانية الأخرى. وأشار فيلدا إلى أن الإصابات في مدينة يينا كانت أقل بنسبة 45% من مناطق المقارنة الأخرى بعد 3 أسابيع من تطبيق إلزام ارتداء الكمامات. والآن إلى فقرة كاريكاتير. ختام هذه الحلقة من صدى الأقلام، شكرا لكم على حسن المتابعة، في أمان الله وحفظه.